تعالوا نروح نشوف التقرير ده اللي لازم كلنا نتكاتف كبلاد كمؤسسات كسفارات، ان البنت دي لازم تشوف ابوها حالا ولازم تعيش مع ابوها حالا، ابوها في المانيا، ابوها في المريخ، ابوها في الجن الازرق، لازم البنت دي تروح لابوها باي شكل من الاشكال، لان اللي حصل من الام ده غير مقبول. والراجل اللي جاب لي يعني الوسيط استاذ ثروت قعد يوصيني يقول لي اوعي تغلطي في الام، هو اصل احنا مش عايزين فضايح، اصل احنا مش، هو اول ما قعد في التقرير راح غلطان في الام على طول. احنا ما بنغلطش في حد، ولا احنا قلنا اسامي حد، ولا شهرنا بحد، ولا حد عارف هي مين، ولكن بجد ان انا الاقي ان حد حاطط بوست على الفيسبوك بيوزع بنته، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. بجد تعالوا نشوف مع بعض. ايه الحكايه؟ والله الحكايه ان انا كنت بقلب على الفيسبوك في جروب انا عضوه فيه اسمه كلام ستات، لقيت بوست نازل ان في واحده صديقه نشره بوست ان في ام هترمي، مهدده ان هي ترمي بنتها في الشارع لان هي متزوجه من مصري وهو مش عاوز البنت، مش عاوز البنت معاه، وعايزه البنت تقعد عند اي حد او في دار ايواء لحد ما باباها يخلص ورقها وياخدها معاه المانيا. فكتبت لها قلت لها انا ممكن اخد البنت تقعد معايا استضيفها عندي يعني، قالت لي خلاص اوكي هسال الام. فسالت الام وبعتت لي على الماسنجر رقم الام وقالت لي تواصلي معاها، يا الام وافقت. بس وصلت مع الام واخدت منها البنت. المهم عرفت لوكيشن عنوانها يعني ده عملت سيرش لقيت المكان صعب ان انا اروح، خفت اروح. كلمت الاستاذ ثروت صديق قلت له الحكايه كذا كذا كذا، فهو طبعا كان بيساعدني. كلمت الام تاني قلت لها المكان بعيد عليا، ممكن تقربي شويه المسافه. انت متجوزه وعندك عيله وكده؟ عندي متزوجه وعندي يوسف وياسين 8 سنين. ما حسيتيش ان هو يبقى عبء عليكي او حاجه؟ قبل ما اتصرف برضو كلمت زوجي وليا صديقه برضو كلمتها، يعني الموضوع كان جديد بالنسبه لي. ليا صديقه مدام شيرين كلمتها يعني قلت لها ايه رايك، هي تعرف ناس بيساعدوا كده، قالت لي ماشي انا معاكي بس اعملي خطوه خطوه، يعني مثلا خلي بالك لا يطلعوا مثلا دي عصابه. انا طبعا كل ده مش مصدقه، ممكن تكون عصابه، ممكن تتخطفوا، ممكن يجرى لكم اي حاجه، فخلي بالك امني نفسك. وفضلت معايا حتى انا في الطريق رايحه حاسه ان كل ده حلم مش هيحصل، يعني كل ده كلام انا بس رايحه. لا قلتي ايه اللي شجعك انك تاخدي البنت؟ يعني ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنت شجاعه ولا حاجه، انا كنت خايفه لاخر لحظه خايفه. لا يعني ايه اللي خلاكي تقدمي يعني انك تاخدي بنت صعبت عليكي؟ شفت صورتها في جواز السفر صعبت عليا بس. بقى لها قد ايه معاكي دلوقتي؟ هي كده النهارده سادس يوم. ورحتي استلمتيها؟ رحت قابلتها قدام سيتي ستار. قابلتي مامتها؟ ومعها البنت. البنت متعلقه بيا اكتر من مامتها من اول نص ساعة، يعني مسكت ايدي وفضلت انتي ماما طب تروحي مع ماما تقولي لا انا هاجي معاكي. بجد يعني هي مش بتسأل عليها دلوقتي؟ هروح مع طنط. مش بتسأل عليها دلوقتي خالص، ده هي بتخاف يتنطق اسمها قدامها اصلا، هي مش عايزة. بس قابلنا البنت واخدتها قلت لها طب انتي عايزة تسيبي البنت ليه؟ قالت لي زوجي مش موافق ان هي تبقى موجودة معايا. فقلنا لها احنا عرضنا عليها مساعدة بس هي رفضت، يعني مساعدة وتبقي معانا انتي والبنت، هي ما وافقتش خلوها معاكم. طب تفكري في العرض اللي عرضنا عليكي؟ اه هفكر. طب تفكري وهي معاكي ولا وهي معانا؟ لا خدوها معاكم. فاخدناها معانا. بعد كده قلت للبنات يا بنات عايز اقول لك ان هي نفسيا مش مظبوطه. من هكمل لحضرتك بقى الحكايه عشان تعرفيها مش مظبوطه ليه. قلت لهم نزلوا ان البنت خلاص عندي، يعني عشان الناس تعرف، عشان انا خايفه برضو مساءله قانونيه وكده. فمدام ولاء اللي هي الادمن بتاعه الجروب كتبت بقى بوست طويل ان كتبت فيه قصه البنت، ان البنت موجوده عندي وان الاب في المانيا واحنا مش عارفين نوصل له. فاحنا وصلنا للاب، عن لسان الاب عرفنا ان البنت اصلا مش ده اول بوست، ده تاني بوست، يعني انا مش اول واحده تاخدها عندها. تاخدت من حد قبل كده ورجعها؟ في مدام في البحيره قعدت عندها شهرين. رجعتها لها تاني ولا ايه؟ شهرين. الام عشان تخلص حاجه في السفاره قالت لها البنت عايزاها منك، راحت جابتها منها من البحيره، قالت لها خلاص ورقها قرب يخلص وايه حسبي تقولها انت محتاجينها في السفاره مني فهاخدها وارجعها لك.
فخدتها منها فبتكلمها بتقول لها انا راجعه لك بالبنت. قالت لها ليه؟ مشوارها قرب يخلص، خلاص خليها معاكي تشبع منك. يعني اللي في البحيره خلاص قالت لها خديها. فبعدها بثلاث اربع ايام نزل البوست الثاني اللي هو بتاعي انا. عرفنا بقى ان البنت اصلا كانت في ملجأ لمده سنتين قبل ما تلف اللفه دي. يعني خدتها من الملجأ ازاي؟ والله التفاصيل دي مش عندي بصراحه، كل دي عن السنه الناس اللي كانت عايشه معاها. فهي دلوقتي عايز ترجع لباباها. باباها عاوزها، باباها هيموت عليها في المانيا. كل همه ان هو ياخدها، هو بيقول الورق كله خلص بس السفاره توافق على ان البنت تروح له مش اكتر. يعني هو الاب معاه تنازل من الام ومن ام الام. التنازل ده مش قانوني، بس لو الام مش عايزاه او مش موجوده الاب ياخدها. طب لو كان يعني الاب بقى ما ظهرش كنت هتربيها لغايه معايا بقى بعد اللي عرفته عن الام دي؟ بس انت بتحسي زي ما انا حاسه ان هي عندها يعني حاله غضب شويه ولا لا؟ لا هي في البيت هاديه، هي بس خايفه. لكن هي بس بتيجي ساعه النوم تبقى خايفه جدا، بتخاف من حاجه اسمها نوم، بتخاف من صوت القران، بتخاف، تقعد تعيط، بتعيط جامد، بتتنفض وهي بتعيط. لكن هي كويسه لطيفه. لكن هي عارفه بقى ان انت مش مامتها؟ ما تعرفش. اول ما شافت زوجي لما رجع من السفر وهي موجوده في البيت قامت صحيته من النوم بكل سهوله. انا كنت خايفه ما تشوف شكله وتلاقيه مش هو، لكن هي ما شافت شكله افتكرت هو فعلا باباها. هي اخر مره باباها شافها امتى؟ كان فيديو امبارح، خليتها كلمته فيديو. اه لكن هو شافها قبل كده مش فاش خالص بقى؟ ممكن يكون كان شهور بقى. يعني هي ما تعرفش باباها اصلا؟ لا هي تعرف اسمه بس ما تعرفش شكله. ايه سنة مالك انت؟ غاده اسمها غاده صح؟ ازاي يعني ايه؟ اسم الدلع سما، مامتها بتنزل اسمها غاده والدلع اسمها سما؟ اه هي ورقها غاده على اسم والده الاب. ايه؟ يلا نتصور سوا؟ سما عايز ترجعي لماما؟ كلمي طبعا تردي عليها. عايز ترجعي لماما؟ لا؟ يعني دي ماما احلى؟ عايز تقعدي معايا ولا ترجعي عند ماما؟ اقعدي هنا؟ مش عايزة تروح لماما. ومن الجنسية دي عندنا ستات قاعدين في مصر كانوا عايزين ياخدوا البنت بأي طريقة وعايزين يقعدوها عندهم، وست دي الأم دي غريبة من نوعها بغض النظر عن جنسيتها، بغض النظر عن احنا شفنا مصريات كتير كده وشفنا. لكن أنزل بوست على الفيسبوك وأتنازل عن بنتي بإقرار أقول نظرا لاني تزوجت من مصري وانا غير راضي على وجود نجلتي من زوجي الاول واسمها غاده محمد فؤاد مجذوفه ان قررت مجبوره من زوجي الثاني على ترك ابنتي. والله ايه يعني اجبرك عمل ايه يعني؟ وعندما تم الاعلان عن طريق الفيس وتقدمت لي الاستاذه منى محمد حسن لرعايه نجلتي لفتره مؤقته لحين سفرها الى ولدها وذلك على سبيل الامانه حتى لا يكون مصير ابنتي الشارع ويكون مصيرها مجهول لرفض زوجي وجودها معي باي حال من الاحوال، واتعهد بان اكون مسؤول عن ابنتي والسؤال عنها طول فتره وجودها مع الاستاذه منى محمد حسن لحين سفرها لوالدها ودفع مصاريف اقامتها معها عن طريق البريد، وهذا قرار مني بذلك. انا عايز اعرف احساس جوزك ايه؟ يعني وانت بتحطي على الفيسبوك انك مش عايزه بنتك هو مأمن لك ازاي؟ يعني اذا كنت اتنازلتي عن بنتك مالكيش خير في بنتك هيبقى ليكي خير فيه؟ ازاي رضي؟ وازاي ارتبطتي بحد اول ما طلب منك تبيعي حته من منك كده وانت وافقتي؟ انتوا الاثنين وحشين قوي، وحشين قوي، وحشين دي كلمه قليله قوي 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 قوي. اني اقول البنت ترجعي لماما تقول لي لا، اقول لها ارجعي لماما تقول لي لا. انتوا عملتوا حاجه عكس الطبيعه، انتوا عملتوا حاجه وحشه قوي انتوا الاثنين قوي.